ديسمبر 1948. كل نهار بركة معتها جيت لديس ديسمبر وقعدت معتها نسأل شنو ترمز الحكاية دي. عملت ريشيرش في ساعة على الانترنت نلقى ديس ديسمبر هي لا ديكلاراسيون دو دغوا دو 10 ديسمبر نعرفها انا، لكني المعنى نتاعها شنو هي بالضبط ما نعرفش. 10 ديسمبر معروف اليوم العالمي اعلان حقوق الانسان حسب الاعلان من الامم المتحده، حسب اللي نذكروا فيها هذه المحطه هذه تسمات على الاعلان هذا لحقوق الانسان. حقوق الانسان كان فيها صح ولا نتفق على الانسان بالذات ما نعرفش، مش متاكد اما يقول لك 10 ديسمبر يا سيدي عام 1948 انعقد مؤتمر تابع لهيئة الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة وأقرت فيه حقوق الإنسان. لي دووا فوندامونتو ملي معناها الحقوق الأساسية اللي فيهم كات جينيراسيون، جينيراسيون الأولانية أهم جينيراسيون هي دووا على لي دووا ديكريسيون معناها الحرية وإلا الأساسية معناها اللي نجم يتمتع بها أي مواطن سوغ لو بيي ديغاليتي ما بين الناس الكل نون أوبستون منين جاي وشنو عرقهم معناها الناس الكل يسوفي عنده كاليتي تاع إنسان دونك إليجيبل باش يتمتع بالحاجات هذوما بلي دووا فوندامونتو اللي جات بهم ديكلاراسيون دو 10 ديسمبر 48. اليوم العالمي لحقوق الانسان ماك ولا امتيت من اثينا حتى لين حكيو عليها بلاتون وارستوت، من بعد جيت في حقوق الانسان، من بعد جيت في الموينات حتى لين توصل جوريديكمون تاسست في معناتها في جوريديكمون في عام 1948 وبدات تطبق عام 1966 وخا وقت تصادقوا عليها الدول 50 دوله ظهر لي حقوق الانسان حريته الحق في الحرمه الجسديه وفي حرمه المسكن هذو ما نعرفهم هذا سوي سيغ منه. حق الانسان في الحياه، حق الانسان في اختيار المعتقد نتاعه، حق للانسان منها في اختيار منها اسم المذهب نتاعه، حق الانسان منها في المحافظه على الجسد نتاعه وحمايه الجسد نتاعه وصيانته، حق الانسان في التنقل من مكان الى مكان الى غير ذلك من الحقوق الاساسيه، من حريه التعبير، من حريه منها اسم التصرف في امواله، منها هذه يمكن الحاجات الاساسيه. محطه 10 ديسمبر علاش سموها 10 ديسمبر؟ اليوم العالمي لحقوق الانسان عام 1948 كان صدقني ربي الاجابه صحيحه ولا يا معلم؟ الروندون لاكسيون في الطليعه يا معلم، شنو رايك في التشكيله عالميه الروندون؟ هاو الاخضر جاء يا وليدي المجموعه، اهلا وسهلا.